الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار الكرام شاق نواحي بن حمد عين الدربان الحلاف صادم ومؤثر. معنا واحد الأسرة اللي هذا شخص مسن اللي حاول شي سيدة دات لي الأرض ديالو وتم تسخير شي عصابة على حد القول ديالو اللي جاو خداو ليه التبن ديالو وتكرفصوا عليهم. غادي يحكي لينا بعدا كاين النسيب ديالو شنو واقع. تفضل السي عبد الحق عاودنا خويا عاد باش ندوزو عند السيد. السلام عليكم. اللي وقع هو السيد انتما كتشوفوا على عينيكم مسن وكبير وجات المراه ونصبت عليه وداتو الارض ديالو وكتقول انا وارثه من امها، امها تسمى الحبشيه بنت معروف، وهو هو سميتو تجاري بشعيب بن محمد ودعاته في المحكمة بينما عدها بلاد وحكمت ليها المحكمة بشواهد مزورة وجابت عصابة من الدار البيضاء ودات تبن دات البال دات تبن وصوتوا الناس في محالهم كل شيء كاين بالأدلة بالتصاور بكل شيء كاين. وانتم كتشوفوا على عينكم هاد السيد 80 عام أو 90 عام هو كيقول حد قوله من اللي خلاه بواه هو كيتصرف في هاد الأرض، واليوم جات هاد المرأة نصبت عليه ودعاته في المحكمة ومعاون معاها واحد برنامالي ومعاون معاها عضو في الجماعة كيدعموها ماديا ومعنويا، واليوم هو كيطلب منكم ومن سيدنا في هذا المحضر أنه يتخاذ فيه قرار ويتعود من جديد. والناس كاينين الجيران كاين دوار صين ما نكرهوش، المحكمة تثبت لنا لجنة وتسول هاد الناس لمن هاد الأرض، واش اللي هي طاهره شروق ولا ديال تجاري بشعيب سي عبد الحق، وتكون القضيه سي بشعيب الله يجازيكم بخير بدون فهمتيني. تفضل نذكروا معاه هو تفضل سي بشعيب. تفضل سي بشعيب عاودنا سي بشعيب شنو واقع انت مول البلاد اشنو وقع لك سي بشعيب؟ ودات لي البلاد. نعم راه جاب هذا الشهد. نعم خليه جاب هذا هضم تكرفصوا عليك تكرفصوا ما كتسالك ما والو ويلي وبتي عند جوندارم بعبد تعد من ثلاث ليالي ثلاث ايام وتبين وي على بلادك والدار وي لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الزوجه ديالك بقى معنا السي بشعيب عاودي لنا لالا شنو واقع بالضبط. انت الزوجه ديال السي بشعيب هداو لينا الارض ديالنا بزز داوها لينا وحقرونا شدوني في الحبس شهرين وانا مشدوده وشدوا ولدي على بلادك على بلادي وشدوا الناس ما يرضونا انا وبنتي دعاتنا هي حرطت الارض وشاد دعاتنا يلاه دزنا عند الوكيل على نهار الخميس من الصباح وما شاجنا وما لاقطنا على ارضنا قال لك تمشيو للحبس. جاو شي حد داو لكم التبن ديالكم؟ جاو داو التبن جا التاكتور والرموك وشرجاو وداو التبن وراهم مصقرين. شفنا داك الشيء كل شيء ياك شفتي وداو لينا تبننا وحقرونا. اليوم كنطلبوا من الله ونطلبوا من المحكمه حتى حنا يديروا لينا الحق ديالنا. المسطره دازت عوجه ودات لينا الارض ديالنا وحقرتنا ما خلات ما دارت لينا، رادونا بالكرت هنا سقطونا هنا يجيونا حتى لداخل حقرونا ما تلينا نقدو نخرجوا. المحكمه جرات علينا نهار لا الخميس جرات علينا من المحكمه تحبس هذاك البوليس تخرجنا حنا شدها هي سد عليها تخرجنا حنا عاد خرجها هي ما خلاو ما داروا لينا محنون هاد الناس. معنا البنت ديالك هذه عاودي لنا اختي شنو وقع لكم؟ انا السعديه تودالي بنت بوشعيب ولد الشافعي. الى عدا شي وثيقه مرحبا، لا عدا شي وثيقه جبدها دير ثبوت ناس، لا عدا شي حجه جبدها مرحبا احنا مساعدين، لا عدا شي إيراتة جبدها محنتنا ما كنعرفوها ما كندريوها. جاب لنا العضو ديالنا جارنا برنامالي ديالنا وما كاينش شي جار يدير جاره بحال كو حشومه على كجارنا، راك جارنا كنجربو ديال العصاب وانا خويا غنجيب لك الدواء حشومه عليه. كنطالبوا من المحكمه ومن سيدنا يحقق هذا الشيء وكنشكروا الجندار كيساعدونا مساكن كنبقاو فيهم كيشوفونا بحال كويا. هضر جارنا ودعمنا وقاطعين راه غنادي 10 سنين خاصو حنا اللي وقف معنا
خاصة حنا اللي وقف معنا وبلادنا وبانا 800 ديال البال دوا ولاد عمر دوكار ولاد عمر. كنطالب بالمحكمة يعاودوا الدوسي ديالنا، كنطالبوا به يعاودوا منا وجديد. حشومة وعار كاع حنا عطشنا وسحفنا كرمنا، كنطلبوا من سيدنا يحقق هذا الشيء. الحقرة في الدوكار، الحقرة في الدوكار، السيبة كاينة، السيبة 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 دارينا السيد، السيبة بلادنا وديالنا، عقلنا هنا وكبرنا هنا، بلادنا جارنا هذا جارنا اللي دار لنا هذا الشيء. حشومة عليك السي محمد تودالي، السي محمد تودالي حشومة عليك هذا الشيء اللي درتي. عاودي لنا اختي شنو واقع لكم؟ انا دابا هذه 16، انا مرت ولدو، مرت ولدو جيب واحد الشطره. دابا انا 16 عام باجي تعد من هنايا. نعم عمري هاد السيده ما شفتها. نعم. ولا رايتها ولا كنعرفها. تشد راجلي شهر في الحبس وعندي خمسه ديال الاولاد. لا مرت. نعم. سي محمد، سي محمد. نعم تشد راجلي شهر وبقاو عندي خمسه ديال الاولاد هنايا، وراك كتشوف الحاله ضعيفه. وكنطالب الناس المسؤولين يوقفوا معنا والله ينصر سيدنا. زيد عبد الهادي شوفوا فينا، كنطالبوا المحسنين. عاودنا خويا، عاودنا سي عبد الهادي شنو واقع لكم اخويا بالضبط؟ السلام عليكم. هذه شهاده، شهاده لله. لا انا حضر جارو. انت جارو؟ انا صابر عبد الهادي. نعم. صابر. تفضل سي عبد الهادي. ولد محمد صابر. تفضل سي عبد الهادي. انا كنطالب الحقي. نعم مهم. انا من نهار عقلت عندي دابا شي 39 حتى 40، من نهار وليت كنعرف هاد الناس كيحرطوا هاد الجيران، ماشي حيت حقا جيراننا. هادشي نحلف فاش ما بغاو نحلف نحلف. والسلام عليكم. جاو شي حد دوليكم دوليهم التبن ديال؟ جات دات البال، كانوا حاطينها في الارض ديالهم، انا ممكن ما كنعرفها كيتصرفوا فيها الارض. داوها، داو البال، داو التبن، اني هجمت عليهم وما صابوا جهد الغالب الله. الناس دراوش و... لا اله الا الله، حنا كنعرفوهم، حنا كاع جيران. السلام عليكم. الله يدير شي تاويل ديال الخير. امين. خلي هذه المرة في الخير. مرحبا اختي. زيدي قدر. كما كتشوفوا مجددا متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار الكرام ضواحي بن احمد. عاودي لنا اختي شنو واقع بالضبط؟ ليكم. السلام عليكم. هاد الناس الجاره ديال سي شعيب. احنا جيرانهم وما نجيوهم والو، هذه شهاده لله. وبقاو فينا وحسكونا قلوبنا باش يشهد الله، والله يعز سيدنا والله يعز السلطه. حاولوا جاو شي ناس خداو التبن تكرفصوا علينا. والسلام عليكم. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في من لا عيشة التجارة ديالها. هي التجارة ديالها. السلام عليكم. عاودي لهاد الناس.